خصوصيه زيرو زيرو، وده اللي اتقال من الدكتور طبعا عادل يعني في التقرير، وده ناتج لانا وحضرتك انت اللي استخدمت التليفون وانت ارتضيت ان يكون معاك سمارت فون، فالابلكيشن اللي دخل ده عندك في التليفون انت سمحت له ان هو ياخد البرميشنز او الصلاحيات. صح. يعمل ايه عشان يقدم لك الخدمه؟ فهو بيقول لك من ضمن الشروط خليني ادخل على الكاميرا، خليني ادخل على الميكروفون. صح. خليني ادخل على كل السيرفيس اللي موجوده في التليفون. فاذا ده اذا حصل اختراق هو اختراق مصرح مني انا كمستخدم، فده اول اختراق لازم اتفق عليه. الاختراق بموافقه مني مستخدم التليفون، انا كمستخدم معايا سمارت فون ودخلت الابلكيشن. صحيح. قول لي مين فينا بيقرا في، عارف حضرتك لما بتيجي تنزل حاجه من على الابل ستور او مش عارف من على اندرويد او مش عارف كذا، بيطلع لك حاجه كده بتاع 6-7 صفحات طويله جدا وانت بتزهق، بتقوم جاي مجرب جاري وكاتب اي اجري اللي هي موافق في الاخر. اي اجري دي بقى هي اللي حضرتك بتقول عليها. مظبوط. ان انا موافق على كل حاجه. خلاص كده احنا اذا كنا بنضرب مثال، ومش هنضرب كتير امثله على الفيسبوك لانه اصلا كفايه شهره يعني في ابلكيشن ثاني او ابلكيشنز ثانيه، تطبيقات ممكن تلاقي شهره كبيره جدا في من خلال الميديا او السوشيال ميديا، فتلاقي بعض المبرمجين على طول ياخد نفس الايكون نفس الشكل ويبرمج نفس التكنيك بتاع الابلكيشن ويعمله وينزل على البلاي ستور على المتجر. فبالتالي بدل ما يكون في مؤسسات او جهات خارجيه تستهدف المستخدمين، في افراد ممكن تستهدف المستخدم. انا عارف ان الاستاذ تامر بيستخدم تطبيق معين، فانا ببعت لك مثلا لينك مثلا او بعمل لك ترويج من خلال الاعلانات كويس. ان انت تشوف نفس الايكون على البلاي ستور مثلا او على السوشيال ميديا. فانت بتنزله، الصلاحيات اللي انا عاملها في التليفون ان هو يفتح الكاميرا او الميكروفون، فانا من عندي من السيستم يفتح الميكروفون والكاميرا بتاع التليفون بتاع تليفونك انت لانه من غير ما اعرف، من غير ما تعرف، ما هو اصلا خلاص انت وافقت. يا نهار ابيض. فبالتالي يعني ايه برايفسي؟ عشان هو البرايفسي ده او الخصوصيه، الحاجات الشائعه على السوشيال ميديا زي اللينكات اللي معروفه اللي كانت موجوده في 2015 2016 بيعرفوا المستخدمين هما بيحبوا ايه وبيكرهوا ايه، ميولهم السياسي وغيره. انا حتى في من ضمن الندوات قلت المطلقه الفيسبوك بيعرف قبل ما تتطلق بفتره زمنيه الخلاف. اه والله الخلاف ما بين زوجها من اللي بيحصل. اللايك اللي انا بعمله بضغط كده اعجاب، الفيسبوك بيعرف انا دايرتي وصداقتي ايه وتوجهاتي رايحة فين. فانا دلوقتي مثلا بقول ايه، انا مثلا ببلش مثلا او بنزل بوست فبلاقي 10 بس اللي عملوا لايك او شافوني. ليه؟ هو شعبيتي قلت ليه؟ ما انت مش كل يوم بتعمل بوست على السوشيال ميديا، فلازم يحصل انجيجمنت تفاعل. صحيح. فبالتالي هو بيقول لك بيجبرك ان انت كل يوم تنزل بوست ويحصل كومنت عندك وانت تبتدي تعمل كومنت عندي والكلام ده كله، هو عايز كده. كل الكلام ده هو ذكاء اصطناعي من اداره او مؤسسه الفيسبوك بيعمل محاكاه لعقل الانسان بس من خلال الاله اسمها الجوريزم خوارزميات، فبيفهم منطق وتفكيرك انت كمواطن. أيوه. فبالتالي انا بشوف اعلان برد عليه فيعرف انت بتحب ده، فيبدا بقى هنا بقى الجانب الاخر اللي هو ديجيتال ماركتنج. التسويق الالكتروني في مصر بيستهدف مين بقى؟ الشباب المستهدف، الشباب اللي عندهم 13 14 15 16 17 من 13 ل 17 سنه لا تستهين بهذا العمر في مصر. الشباب دول داء وطعم الدولار على الديجيتال او على الاونلاين. صحيح. فبالتالي من كان وهو صغير من عنده 8 سنوات دخل السايبر او الانترنت كافيه، لعب لعبه معينه، فالكاركتر اللي معاه او البطل اللي معاه كبر، فبدا كان الايميل بزيرو تمن وزيرو زيرو دولار، فبالتالي بقى دولار. صاحب الانترنت كافيه كان ده من كام سنه قال له تبيع الكاركتر اللي معاك، كون ان هو يبيعه يعني يديله الايميل والباسورد فيبيعه لحد تاني، فبدا يدوق طعم الدولار. فلما كبر اللي عنده 8 سنين بقى 13 سنه بدا يفهم يعني ايه ديجيتال ماركتنج. فلما حد يقول له يلا نعمل اللينك ده وكل ما تضغط ضغطات عليه او نقرات كتير فبالتالي بتكسب، فهم اللي بيساعدوا على انتشار اللينكات والروابط اللي فيها اخبار مغلوطه في مصر. ده تبسيط على قد ما اقدر. مفهوم.